مرحبا، كيفكن؟ اليوم رح نروح على سلسلة الجبال يلي بجنوب بريتش كولومبيا، يلي هي جبال الكاسكيت. بتمنى يعجبكم الفيديو وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. جبال الكاسكيت هي امتداد لجبال الساحل الكندية ومعظمها بأمريكا، بس المناطق الشمالية منها بتصير ببريتش كولومبيا. بهذا الموقع صار انهيار أرضي كبير بال 1965. الجزء الأول من هالجبال هو منتزه مانينج الوطني. أول مكان رح نوقف عنده هو أخطوط صومالو. الأشجار هون حجمها كبير كتير. لونا عم تستمتع بالأجواء الحلوة على هذا الجدول. رح نطير هلأ الدرون لحتى نشوف الجبال من فوق. هون في مسار هايكنج كتير حلو، ممكن تقضوا فيه ساعة أو ساعتين. الظاهر هذا الجسر كان فوق النهر، بس بعدين النهر غير مساره. ما بعرف إذا مبين عليكم، بس في هون صيادين عم بيصيدوا سمك. ولونا عاملة تشكيلة الزهور تبعها. هذا الجرف فعلا ضخم كتير. هي استراحة على الطريق بمركز منتزه مانينج. المنطقة هون كتير قريبة من امريكا، ونسبة كبيرة من الموجودين هن الامريكان. طلعوا هذا الحيوان حافر بالارض بيوت وعم يتخبى فيهم. هاي البحيرة اسمها بحيرة البرق، لايتنينج ليك. هون المنطقة كلها من هذا الحيوان يلي شفناه قبل شوي. بيشبه تيمون يلي بتيمون وبومبا. ما بعرف إذا عم تسمعوا، بس إلهم صوت مثل كأنه عم بيصفروا. تيمون كتير انبسط على الشيبس. حقيقي المي هون كتير نقية. لونا نزلت تستكشف البحيرة. رح نطير الدرون لحتى نشوف المنظر من فوق لحتى لونا تخلص سباحة. رح نكمل هلا الطريق على طول الهاي واي 3. الوديان يلي هون بتشبه مناطق البحر المتوسط، وكل ما عم نغمق بهالجبال عم تتغير الجبال وبتصير جافة اكتر. هلا وصلنا على بلدة برينستون. الداون تاون هون كتير حلو، بيشبه قرى الغرب الامريكي يلي منشوفها بالافلام. البلدة صغيرة، سكانها أقل من 3000 نسمة، وهي بالأساس بلدة للمناجم يلي حوالين المنطقة.
وهذا متحف صغير للمنطقة، حاطين هون تماثيل حلوة للحيوانات البرية. البلدة تأسست بال 1846 لما عملوا منجم نحاس بالمنطقة القريبة. منيح لقينا مطعم سبوي، لأنه بهالجبال ما في كتير محلات ممكن تاكلوا فيها. هذا التمثال لكاتب أمريكي كان يكتب قصص الكاوبوي وقصص الغرب الأمريكي، وألف واحدة من أشهر شخصياته بعد ما زار المنطقة بال 1887. إذا بتجوا على هاي المنطقة بالصيف لازم تتأكدوا إنه ما في حرايق على طريقكم، ورح أحط لكم رابط لخريطة للحرايق يلي بتصدرها حكومة المقاطعة. المناطق هون صارت جافة، وهذا الشيء غريب عن طبيعة كندا، لأنه شفنا على الخريطة أنه ما بنقدر نكمل بالهاي واي 3، رايحين هلأ باتجاه الشمال. وشفنا هاي البحيرة رح نصورها هلأ. هاي لونا تقريبا ما تركت بحيرة الا وزتت فيها حجرة. هاي بحيرة تانية كبيرة بالوادي اسمها أليسون ليك، حقيقي لون هالبحيرة كتير حلو وفي حواليها شاليهات كتير. المنطقة هون كتير مناسبة لرحلات بالكرفانات. هذا الوادي اسمه وادي نيكولا. هلا وصلنا على اخر محطة برحلتنا، بلدة ميريت يلي هي باخر الوادي يلي شايفينه تحت. ميريت من البلدات الصغيرة الحلوة كتير بالمنطقة. البلدة مشهورة بموسيقى الكانتري وبصير فيها مهرجان سنوي معروف كتير. ولونا عم تسمعنا معزوفة تعلمتها جديد. حاطين هون بصمات ايدين لمغنين الكانتري المشهورين يلي بيجوا على المنطقة. مركز البلدة محافظ على طابعه القديم، ولهيك بيجوا بيصوروا فيه افلام الغرب الامريكي. والبلدة صغيرة سكانها اقل من 8000 نسمة، بس هي استراحة مهمة على الطريق بين فانكوفر وكيلونا. المنطقة مشهورة كتير بالأخشاب، فعاملين هون الرجل الخشبي. البلدة مشهورة لأنها على تقاطع أكثر من وادي وأكثر من طريق من المنطقة الداخلية لبريتش كولومبيا. جبال الكاسكيت وبريتش كولومبيا من المناطق المميزة يلي طقسها بيختلف عن المناطق الساحلية، ومن هون بيصير بدنا تقريبا 3 ساعات لحتى نوصل لفانكوفر.
هيك بتكون خلصت رحلتنا لليوم، بتمنى يكون عجبكم الفيديو وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. يلا باي.